كابتن شريف عبد الفضيل، اه اهلا طبعا بيك يا كابتن. مساء الخير عليكم، وتحياتي ليك يا رامي وكابتن هاني رمزي. شريف كل سنه ازاي؟ حضرتك طيب يا كابتن شريف. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين والعالم دايما خير دايما يا رب ان شاء الله. انت طيب. ها قول لنا بقى يا رامي، قول لنا. انا اللي اقول لك كابتن شريف. قول لي بقى، قول لي يا رامي. خلي هو اللي يقول الاول يا شريف. كابتن شريف انا اتعلمت منه ان انا ادخل الجيم. يعني ما شاء الله عليه يعني. لا بلاش دي، بلاش دي من ورا. لغايه دلوقتي قلت ما شاء الله. لغايه دلوقتي يا رامي، لغايه دلوقتي ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله يعني. محافظ على نفسه، محافظ على جسمه، هو بيحب كده يعني. دي حاجه كويسه يعني، دي حاجه طبعًا نستفيد منها. طبعًا ان يعني الجيم جزء من تمرينك كلاعب كوره. في ناس يقول لك لا المهاره في دماغي يعني، مش محتاج ان انا اعمل قوه ومش محتاج. لا القوه برضو بتديك ان انت تقف على رجلك في الملعب يعني. فلا هو ما شاء الله عليه. رامي بس عايز اتكلم على بدايات رامي. كان رامي كان بدا مع كابتن زيزو، هو كان بدا يطلعه معاه مستر مانويل جوزيه على طول يطمن رامي يلعب. احنا اول ما شفت، لو تفتكر رامي حتى اتكلمت معاك في البدايات، قلت لك يا رامي اهتم شويه وركز شغلك ان شاء الله هتحترف بره. بعدها على طول. ليه كنت شايف ايه يا كابتن شريف؟ كنت شايف ايه عشان لما قلت له كده؟ لان رامي عنده امكانيات تؤهله. رامي لعيب كوره، عنده دريبل، عنده كوره عاليه جدا، فنيا عالي، بامبنج كويس، اكتوبر على اعلى مستوى. ويزيد على ده ان هو كمان بيقدر يلعب كذا مركز، يلعب باك رايت، يلعب في الباك، يلعب في الناحيه الشمال لو احتاجناه بيسد. يمكن الحمد لله بدايات رامي كانت عامله زي بداياتي كده، هو يقدر يلعب كذا مركز. عشان كده قلت له ان احنا ما نعرفش، مش ما عرفناش نعمله. فهو ان شاء الله كان قادر، وكان الحمد لله جات فرصه الاحتراف بدري شويه. رامي بس اللي اثر معاه شويه هي حته كم اصابه صغيره اللي حصلوا دول، والحمد لله ان هو خلاص يعني. يمكن رامي عدينا المرحله دي الحمد لله، وبقى في ثبات في المستوى والحمد لله. حته الاصابات دي بعدت تماما. يا رب دايما يا رامي كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كابتن شريف. لان انت مهم قوي وعنصر مهم جدا في الفريق دلوقتي، ثبات التشكيل. مظبوط. الفايلر الفتره الاخيره الحمد لله بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. انا مبسوط جدا بثبات مستواك. ان شاء الله يا رامي بقى عوده المنتخب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن شريف. أكيد يا كابتن شريف. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيب. وزي ما احنا بنقول طبعا من الأهداف الرئيسية طبعا لرامي يعني